في بيئة موريتانية أصيلة، وفي سنة 1903 ولد فنان موريتاني ستكون له مكانته الكبيرة في فني الإنشاد والإنشاء. مظهر شجد الجميل على المرء كما أظهر الهدى على الهدى إنه أحمد والمحمد سالم والأحمد واللعلي والمختار والأعمر الملقب الميداح والمانو. أما أمه فهي الفنانة الكبيرة والشخصية الاجتماعية المرموقة فاطمة بنت محمد علي والشويخ. نهل فناننا من الموروث الموسيقي لأسرة أهل مانو، كما استفاد كثيرا من خاله الأديب الكبير والفنان المعروف أعمر مبارك والشويخ. أحمد والميداح كان فنانا مقتدرا وخاصا من نوعه، وكان من أمهر الفنانين وأمهر الأدباء أيضا، وكان ذا علاقات واسعة، حيث أنه كان صديقا حميما ومرافقا للأمير فالود عمير، وكان أيضا صديقا حميما لباشا تالودانة البيضاوي الذي عرف عنه وحفظ عنه كثيرا من الأدب الذي كان غير مألوف آنذاك في ساحة موريتانيا. حفظ عنه مالي فتنت بلحظة كلمة تاكي وخدعوها بقولهم حسنا، وهذه الأبيات طور بها أحمد الميداح الكحال، مقام الكحال بنبرات كانت جديدة على هذا المقام. أيضا كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه تغنى عند الروضة الشريفة حاملا آلته المتروشة، وكانت لذلك قصة تحكى معروفة. كان محبا أيضا، كان قادريا محبا، لأنه أوصى بدفنه في المشاط مع شيخه شيخنا الشيخ سعد بو. سعى الفنان أحمد الميداح إلى تجديد موروثه الموسيقي، كما ترك بصمات صوته الواضحة في أبنائه وأحفاده. مالي وتلت بلحظ كلمة تاكي وسلوت كل منيحة إلاك يصراك قد ملكت زمام الصبابة ومضلتي وهداي في يمناك. عرف أحمد للميداح رحمه الله بالتدين وحسن الخلق ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف عنه قائم الليل، نعرف أنه مداح الرسول صلى الله عليه وسلم، نعرف أنه محب وفاتقنا عند راس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدح عنده ياسر مدحوله ياسر من الأغاني والكلمات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. عمري ما شفته منفقع، ما ينفقع أبدا، وما كنت حد يوكل إحداها الغيبة، مستحيل أنك تحد يوكل إحداها ويسمي حد إحداها أيا كان. في سنة 1987 توفي الفنان أحمد والمحمد سالم الميداح، ودفن تطبيقا لوصية منه جوار قبر الشيخ سعد بوه والشيخ محمد فاضل المامين بمقبرة المشاط بولاية ترارزة. تغمد الله الفنان أحمد والميداح برحمته وأسكنه فسيح جناته.